السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة تعلم مع آدم وإياد. إذا في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا تصحيح امتحان الموحد الإقليمي لمادة الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي. رابط هذه النموذج تلقاوه في صندوق الوصف، ممكن تقوموا بالتحميل ديالو. إذا غنبداو مباشرة بإجازة التصحيح وغنبداو بالسؤال الأول اللي هو في المجال الرئيسي الأول الإعداد والحساب. إذا السؤال الأول كيقول ضع وانجز العمليات التالية. إذا التمرين فيه مجموعة من العمليات، إذا كنشوفوا العملية الأرباع، الضرب والقسمة وكذلك الجمع والطرح. إذا بطبيعة الحال غنبداو بالعملية الأبسط اللي هما ماذا؟ الجمع والطرح. إذا هنا العملية اللي خصنا نبداو بها دائما اللي كتكون بين قوسين. إذا أول حاجة غادي نقوموا بها هنايا ننجز العملية اللي هي عملية الجمع التي توجد بين قوسين. إذا هنا عندنا 547,561. شنو خصنا نزيدو عليها؟ 417,562. إذا هنا سننزل الجزء الصحيح. شنو الوحدة ديال الجزء الصحيح؟ 7 1 4. من بعد غننزل الجزء العشري 562 وغادي نقوم ماذا؟ بالزائد. إذا الآن غادي نقوم لا شيء زائد 2 2، لا شيء زائد 6 6، لا شيء زائد 5 5، ثم الفاصلة، 1 زائد 7 8، 6 زائد 1 7، 5 زائد 4 9، 7 زائد 7، ثم 4، ثم 5، وبالتالي غادي يكون عندنا الجواب هو 547,978.562. إذا دابا هاد النتيجة اللي لقيناها خصنا نطرحوها من ماذا؟ من العدد الأول. إذا العملية الثانية شو شنو غادي نقوم؟ غادي نوضع العدد اللي كاين عندنا. إذا هنا غادي نحاول نعمل لون مغاير. إذا هنا 898,749.98 غنقصوا من العدد اللي حصلنا عليه. إذا غنبدا نوضع الفاصلة ثم ننزل الجزء الصحيح. إذا 8 7 9 7 4 5، ونمشي للجزء العشري اللي هو 562 وغنبدا الإنجاز. إذا هنا بالنسبة لعملية الطرح، إذا غادي نضيفوا الأصفار بالنسبة للعدد الأول باش يكون أرقام عدد أرقام الجزء العشري في العدد الأول هو نفس عدد أرقام الجزء العشري في الجزء الثاني. إذا 0 ناقص 2 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف، 10 ناقص 2 8، 8 ناقص 7 1، 9 ناقص 5 4، ننزل الفاصلة، 9 ناقص 8 1، 4 ناقص 7 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف، 14 ناقص 7 7، 7 ناقص 10 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف، 17 ناقص 10 7، 8 ناقص 8 0، 9 ناقص 4 5، 8 ناقص 5 3. وبالتالي النتيجة غتكون هي 350,771.418، وبهكذا غنكون ربحنا نقطتين بكل سهولة. غنتقل الآن إلى العمل الموالي اللي هي عملية الضرب. إذا 564.45.23. إذا هنا بالنسبة لعملية الضرب دائما خصنا نبداو نعملو في الأعلى العدد اللي فيه أكبر عدد الأرقام. إذا هنا كنشوف العدد الأول فيه ماذا؟ 3 أرقام، بينما العدد الثاني فيه 4 أرقام. إذا من الأفضل غادي نعمل العدد اللي فيه أكبر عدد الأرقام في ماذا؟ في الأعلى. إذا هنا 45.23، وغادي نضربها في ماذا؟ في العدد اللي عنده أقل عدد ديال الأرقام باش كتكون عدد العمليات أقل أو عدد أسطر عملية الضرب أقل. إذا هنا 564. إذا غنضرب 4 في 3 12، نكتب 2 ونحتفظ بواحد، 4 في 2 8 1 9، 4 في 5 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2، 4 في 4 16، والاثنان 18. إذا نضع الآن نقطة ونقوم بالضرب في العدد الثاني، 6 في 3 18، نكتب 8 ونحتفظ بواحد، 6 في 2 12، والواحد 13، نكتب 3 ونحتفظ بالواحد، ثم 6 في 5 30، والواحد 31، نكتب 1 ونحتفظ بماذا؟ ب3، ثم 6 في 4 24، والثلاثة 27. إذا الآن غنمشيو نضربو في الرقم الثالث، غنوضعو نقطتين وكنضربو في الرقم الثالث. إذا 5 في 3 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد، ثم 5 في 2 10، والواحد 11، نكتب 1 ونحتفظ بواحد، 5 في 5 25، والواحد 26، نكتب 6 ونحتفظ ب2، ثم أخيرا 5 في 4 20، والاثنان 22. الآن غادي نقوم بعملية ماذا؟
العملية الزائد، إذا لدينا 2 زائد نقطة زائد النقطة هي 2، 9 زائد 8 17 نكتب 7 ونرتبط بواحد، 1 زائد 0 1 زائد 3 4 زائد 5 9، 8 زائد 1 9 زائد 1 10 نكتب 0 ونرتبط بواحد، 1 زائد 1 2 زائد 7 9 زائد 6 15 نكتب 5 ونرتبط بواحد، 1 زائد 2 3 زائد 2 5 ثم اخيرا 2. اذا الحاجه اللي كيغلطوا فيها التلاميذ ودائما كنشيروا لها هو ان التلاميذ كينساو يحددوا الجزء العشري، كيخدموا العمليه وكيمشيو للعمليه المهمه، لا هذا خصنا نحددوا الجزء العشري. اذا شحال عندنا الارقام والفاصله؟ عندنا جوج الارقام، اذا كنمشيو للنتيجه وكنحسبوا جوج الارقام وكنوضعوا الفاصله، وبالتالي النتيجه غتكون هي ماذا؟ هي 25509.72، وبعدها غنكونوا ربحنا جوج ديال النقاط. غنتقلوا الان الى العمليه المواليه اللي هي عمليه القسمه. إذا 2784 قسمة 3، ها إذا هنا عفوا قسمة ماذا؟ نعاودو، إذا هنا قسمة 3.2. إذا هنا كنلاحظوا بأن المقسوم عليه فيه الفاصلة، إذا أول حاجة خصنا نقوم بها خصنا نتخلصوا من الفاصلة في المقسوم عليه، إذا كنضربوا على الفاصلة، إذا بما أن تخلص غير من الرقم وراء الفاصلة رقم واحد، إذا غادي نضيف صفر في المقسوم. الان غادي نبدا بانجاز العمليه. اذا هنا شنو عندنا؟ المقسوم عليه به رقمين، اذا ناخذ رقمين 27، ولكن 27 اصغر من 32، اذا ناخذ ثلاث ارقام. اذا 278 كم بها من 32؟ اذا 8، 8 في 2 16 نكتب 6 ونحتفظ بواحد، 8 في 3 24 والواحد 25، وكنقوم الان بعمليه الناقص. إذا 8 ناقص 6 2، 7 ناقص 5 تساوي 2، ثم 2 ناقص 2 0، إذا ننزل ماذا؟ ننزل 4. إذا 224 كم بها من 32؟ نأخذ 7، إذا 7 في 2 14، ثم 7 في 3 21، والواحد 22، إذا 224 ناقص 224 0، ثم ماذا؟ ننزل 0، إذا 0 كم به من 32 هي 0، إذا 0 في 32 هي 0، إذا 0 ناقص 0 تساوي 0، وبالتالي غتكون خارج العملية هو 870 والباقي هو 0. وبهكذا غنكونوا انتهينا من السؤال الأول وربحنا 6 نقاط فقط بإنجاز العملية. غننتقلوا الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول احسب ما يلي. إذا نعدي العمليات على الأعداد الكسرية. إذا دائما كنجز ما بين قوسين، غنبدا بالقوس الأول. إذا عندي الجمع ديال جوج الأعداد الكسرية خصني نقوم بتوحيد المقام، إذا بما أن المقامين هو 3 و 2، إذا المقام الموحد هو 6، يعني أن العدد الأول غادي يرجع عدد اللي المقام ديالو 6، إذا 3 باش رجعت 6 كنضربوها بجوج، إذا نفس الشيء خصنا نضربو البسط نفس العدد، 5 بجوج غتعطيني 10، وبالتالي 5 على 3 رجعت 10 على 6، غنمشيو للعدد الثاني اللي هو 1 على 2، إذا حتى هو غيرجع المقام ديالو 6، إذا 2 باش رجعت 6 ضربنا في 3، إذا 1 حتى هي غنضربها في 3، وغتكون عندي 3 على 6. غنمشي دابا للقوس الثاني، حتى هو كيحتاج توحيد المقام، بما ان المقامين 2 و 3، اذا المقام الواحد هو 6، اذا لا و 3 على 2 شنو غادي ترجع؟ غترجع ماذا؟ 9، اذا لا 2 ضربتها في 3، اذا 3 حتى هي غنضربها في 3. غنمشي لماذا؟ العدد الموالي، اذا حتى هو المقام ديالو غيرجع 6، اذا 3 كيفاش رجعت 6 ضربنا ب 2، اذا خصني البسط ديال هذا العدد نضربه ب 2، اذا 1 2 هي 2. اذا دابا غنقدر نجز العمليه. اذا هنا القوس الاول شنو غادي يعطيني؟ بما ان عندهم نفس المقام الموحد، اذا غتعطيني 13 على 6، والعدد الثاني شنو غادي يعطيني؟ نعم غيعطيني ماذا؟ 7 على 6. اذا دابا شنو غادي نقوم؟ غنقوم بماذا؟ بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، اذا غتعطيني ماذا؟ 91 على ماذا؟ على 36، وهذا العدد غير قابل للاختزال، اذا غنخليوه كما هو. وبهكذا غنكون انتهينا من هذا السؤال. ننتقل الان الى السؤال الموالي. اذا السؤال الموالي يقول حول عاملين جداء لعددين صحيحين تاليين الى جداء قوى 2 و 3. اذا هنا عطاو المثال 8 في 90 شنو رجعت؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 3 كتساوي لنا 2 اس 3 3 اس 2. اذا غنقوم بنفس الطريقه. اذا هنا بالنسبه ل 64، اذا 64 شنو غادي نكتبوها؟ اذا هي كتساوي لنا ماذا؟ اذا كتساوي لنا 4 ضرب 4 ضرب 4. إذا كاين لنا بعض التلاميذ غادي يردوا البال بأن 64 كتساوي لنا 8 في 8. إذا هنا ما غنعملش 8 في 8، لأن إلا عملت هنا أس 2 ما غنقدرش نحول هاد 25 لشي عدد. بالتالي هنا واخا عندي جوج اختيارات خصني نختار 4 ضرب 4 ضرب 4
باش نقدر نجاوب بالطريقه اللي بغاو، لان الا عملت 100% ما غنقدرش نحول هذا الى ماذا 25 الى الضرب ديال نفس العدد. اذا غنمشيو دابا ل 25 اللي هو غادي نحولوها الى قوه ديال اثنان، يعني 5 في 5. اذا هنا شنو غتكون عندنا؟ هي 4 اس 3 ضرب 5 اس 2. غنتقلوا الان الى السؤال الرابع. اذا هنا ضع وانجز. اذا هنا عندنا الجمع ديال المدتين زمنيتين. اذا غنكتب المده الاولى 3 ساعات 20 ماذا؟ دقيقه. 20 دقيقه ثم 50 ماذا؟ الثانيه. اذا غنمشيو للمده الثانيه، اذا خصنا نعملوا الثواني اسفل الثواني، ثم ماذا؟ الدقائق اسفل الدقائق، ثم الساعات اسفل الساعات، وغنبداو بانجاز العمليه. اذا هنا 0 زائد 9 9، 5 زائد 3 8، ثم غنمشيو للدقائق. اذا 0 زائد 4 4، 4 زائد 2 6، ثم غنمشيو للساعات. اذا 3 زائد 5 8. اذا هنا خصنا نقوم بالتحويلات. اذا دائما الثواني والدقائق سيكونوا اقل من 60. اذا غنمشيو للثواني وغنقصوا من 60 ثانيه. اذا هنا تبقى لي 29. اذا 60 ثانيه فين غترجع؟ ترجع في الدقائق. اذا هنا رجعت عندي 65 دقيقة. إذا هنا رجعت عندي ماذا؟ 65 دقيقة. إذا هاد 65 دقيقة حتى هي خصنا نقص منها 60. إذا ما غنقص 60 غتبقى لي ماذا؟ 5 دقائق. وفين غترجع هاد 60 دقيقة؟ ترجع للساعات اللي هي ماذا؟ 9 ساعات. وبالتالي الجواب غيكون هو ماذا؟ 9 ساعات و5 دقائق و29 ماذا؟ حتى الثانية. إذا الآن غادي ننتقلوا إلى ماذا؟ إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي كيقول رتب الأعداد التالية ترتيبا تزايدي. يعني شنو المعنى ديال الترتيب التزايدي؟ هو خصنا نرتبوا الأعداد من ماذا؟ من الأصغر إلى الأكبر. ولكن قبل ما نبداو هذا الترتيب هذا كنلاحظوا بأن عندنا هنا أنواع مختلفة ديال الأعداد. عندنا أعداد اللي هي عشرية، وعندنا أعداد اللي هي كسرية. يعني باش نقدروا نقوموا ماذا بالترتيب ديالها؟ خصنا نحولوا هذه الأعداد الكسرية إلى ماذا؟ إلى أعداد ماذا؟ إلى أعداد 10. غنمشيو 11 على 2. إذا 11 على 2 كتساوي هي 11 قسمة 2 غتساوي 5.5، ثم 25 ماذا؟ قسمة 4 كم تساوي؟ إذا 25 قسمة 4 تساوي 6.25. إذا نكتب 6.25، ثم غنمشيو ل 12 قسمة 3 اللي هي 4. إذا بولات الأعداد غتكون المقارنة ديالهم بسيطة. إذا هنا كنشوف شكون هو أصغر عدد. أصغر عدد هو ماذا؟ هو 2. ممتاز. إذا العدد اللي كيولي هو ماذا؟ هو 4. ولكن ما خصنيش نكتب 4، شنو خصني نكتب؟ 12 على ماذا؟ على 3. لأن هاد 4 كتبتها غير باش تساعدني على الجواب، ولكن هما كيطلبوا مني نكتب 12 على 3. ثم غنمشي للعدد الموالي اللي هو ماذا؟ 4.09. ثم العدد الذي يليه، نعم ممتاز، هو ماذا؟ 4.65. ثم العدد الموالي، نعم هو 4.7. ثم العدد الذي يليه، ممتاز، هو 5. ثم العدد الموالي هو 5.5. ولكن ما خصنيش نكتب 5.5، خصني نكتب العدد اللي عطاوني اللي هو 11 على 2. ثم اخيرا 6.25 اللي هو 25 على 4. وبهكذا غنكونوا قمنا بترتيب الاعداد تزايديا، او ممكن نقولوا كذلك تصاعديا، اي من الاصغر الى الاكبر. غنمشيو للسؤال السادس اللي هو ماذا؟ اللي هو عباره عن مساله. اذا في المساله هذا يقول لك قام شخص بوضع مبلغ مالي قدره 50,000 درهم بسعر 4% لمدة سنة كاملة. إذا السؤال يقول احسب مبلغ الفائدة السنوية التي سيحصل عليها هذا الشخص بالدرهم. إذا الشخص يكون حافظ العلاقة اللي كتربط ماذا؟ الفائدة بالثمن الأصلي بماذا؟ بالسعر. إذا شنو كتساوي لنا الفائدة؟ هي كتساوي لنا المبلغ ضرب ماذا؟ السعر قسمة 100. إذا هنا غتكون بالتالي الفائدة، نكتبوا الفائدة السنوية هي شنو غادي تساوي لنا؟ إذا شحال هو المبلغ؟ هو ماذا؟ 50,000. فاش غادي نضربوا في السعر اللي هو ماذا؟ هو 4. وهذا الشيء كامل شنو غنقسموا على ماذا؟ غنقسموا على ماذا؟ على 100 قسمة ماذا؟ 100. إذا ممكن نكتب بهذه الطريقة، ممكن نكتب بالكسور. إذا شنو غادي تساوي لنا النتيجة؟ هي 2000. ولكن شنو خصني ما ننساش؟ ما خصنيش ننسى ماذا؟ الوحدة 2000 ماذا؟ درهم. إذا غننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى السؤال باء. إذا السؤال باء كيقول لك احسب المبلغ الإجمالي الذي سيصبح في حساب هذا الشخص بعد مرور سنة كاملة. إذا هنا بعد مرور سنة كاملة شنو غادي نعملوا؟ إذا المبلغ اللي كان عنده شنو هو؟ هو 50,000
درهم. شنو غادي نزيدو عليها؟ نزيدو عليها الفائده اللي هي 2000 درهم. اذا شنو كتساوي لنا بعدا؟ كتساوي لنا 52000 طبيعه الحال بعدا درهم. وبهكذا غنكونوا انتهينا من هذا السؤال السادس. غننتقلوا الان الى المجال الرئيسي الثاني اللي هو الهندسه. اذا شنو كيقول لنا هنا في هذا السؤال السابع؟ باستعمال الادوات الهندسيه المناسبه انشئ زاويه ا او بي قياسها 70 درجه، ثم انشئ او اي منصفا لهذه الزاويه. اذا هنا اول حاجه كنشوفوا في هذا الشكل ان عطاونا الضلع الاول، اذا دابا محتاجين فقط الى الضلع الثاني. اذا غنمشيو نستعملوا مباشره ماذا؟ المنقله باش نقدروا ماذا؟ نرسموا هذه الزاويه. اذا المنقله شنو كنعملوا؟ كنمشيو للراس ديالها خصو ينطبق مع ماذا؟ مع راس الزاويه. ثم خصنا هذا الضلع ديال صفر ينطبق مع ماذا؟ مع الضلع ديال الزاويه. اذا هو صفر وراس الزاويه. دابا كنحسبوا القياس. اذا قلنا 70 0 10 20 30 40 حتى لماذا؟ حتى 70. اذا كنحدد هنايا 70. ومن ثم شنو غادي نستعمل دابا؟ غنستعمل المسطره باش نربط راس الزاويه بهاد النقطه اللي حصلت عليها. اذا غنمشي للمسطره، غنمشي لماذا؟ الى راس الزاويه، ثم غنمشي نربطه بالنقطه اللي حصلت عليها. نعم، اذا هي هذه. نعم، وغادي نرسم بكل بساطه. اذا ها هي. اذا غنطلق من راس الزاويه وغادي نمر من هذه النقطه، وبهكذا غادي يكون رسمت زاويه للقياس ديالها 70 درجه. اذا شنو باقي ناقصني؟ هي نحدد الرؤوس. اذا هنا ا او بي، اذا خصني نزيد هذوما ا او بي. اذا انا جبت على نصف السؤال، باقي لي ماذا؟ النصف الثاني اللي هو كيقول لك انشئ او اي منصفا لهذه الزاويه. اذا منصف الزاويه شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو نعم الى البركار. اذا البركار غادي ننزلو في ماذا؟ غنزلو في راس الزاويه، ثم كنحددو قوسين من ضلعي الزاويه. اذا قوس من الضلع الاول بلا ما كنغير فتحه البركار. اذا باش نحدد القوسين ما غيرش فتحه البركار. من بعد غادي نمشي لهاد القوسين باش نحدد هنا النقطه اللي غتكون داخل الزاويه. دابا هنا ممكن نغير الفتحه ديال البركار. شوف انا غادي نغير الفتحه ديال البركار وغادي نجي هنا. ممكن نغير او ممكن نحتفظ، ما عنديش مشكل، ولكن بيكون بمعنى عندنا يمكن اللي نغير انا قمت بالتغيير. دابا لا، دابا غادي نمشي لهنا خصني نحتفظ. اذا نفس القوس، غنمشي للقوس الثاني. نعم، وغادي نمشي وغنحدد نقطه. اذا هاد القوسين غادي يحددوا لي النقطه. اذا المنصف الزاويه كيمر من هاد راس الزاويه ومن هاد النقطه هادي. اذا غادي نستعمل ماذا من الوسيله الهندسيه دابا؟ احسنتم. اذا هي ماذا؟ المسطره. اذا غنمشي للمسطره، كنمشي كنضعف راس ماذا؟ راس الزاويه، ثم غادي نمشي لماذا؟ لهاد النقطه اللي قمت بالتحديد ديالها، وغادي نرسم هاد المنصف ديال الزاويه. اذا نختار مثلا هذا. نعم، اذا ها هو. عفوا، هنا نعاود. اذا وغادي نرسم ماذا؟ هاد المستقيم. اذا هنا هذا منصف الزاويه. انا قمت بانشاء منصف ماذا؟ منصف الزاويه. شنو خصني ما ننساش؟ ما خصنيش ننسى النقطه اي. اذا لا باش يتسمى لي نقلك او اي. اذا ها هو او اي منصف الزاويه. وبهكذا انتهينا من هذا السؤال. غننتقل الان الى السؤال الموالي. اذا نفس السؤال الموالي شنو كيقول لنا؟ ا او اي مثلث متساوي الساقين، بحيث ا او كتساوي لنا ا اي. اذا هنا عندنا ا او كتساوي لنا ا اي، وقياس الزاويه ا او اي كيساوي لنا 65 درجه. احسب قياس الزاويه او اي. اذا هنا ها هما عطاونا الاخر. اذا هنا نساو ما كتبوش الزاويه او، اذا حنا غنكتبوها. اذا في كاين النقطه او هي. اذا عندنا هذوما قد بعضياتهم. شنو قال لك؟ احسب قياس الزاويه او اي. خصنا نحسبوا هذه الزاويه او اي. اذا هذه اللي خصنا نطلب منها نحسبوا القياس ديالها. اذا هنا كيفاش غنحسبوا القياس ديال هذه الزاويه؟ شنو كنعرفوا على مثلث ماذا؟ المتساوي الساقين، ان الزاويه ديال القاعده عندهم نفس القياس. اذا هذه الزاويه القياس ديالها معروف شحال هو القياس ديالها. ممتاز، هو 65 درجه. اذا دائما كما في مثلث المتساوي الساقين زاويتي القاعده ماذا لهما؟ نفس الزاويه. اذا دابا غادي نمشي نحسب الزاويه اللي مطلوبه مني. اذا هي الزاويه او اي. اذا غنكتب او اي شنو كتساوي لنا؟ اذا كنعرفوا ان مجموع الزوايا المثلثه هي 180 درجه. شنو غنقص منها؟ غنقص منها هاد الزاويتين بجوج، غنقص منها 65 درجه زائد 65 درجه. اذا شنو كتساوي لنا؟ 180 درجه ناقص ماذا؟ 130 درجة اللي كتساوي لنا ممتاز 50 درجة. وبهكذا حنا جاوبنا على هذا السؤال. إذا عفوا نعاود ديك درجة، إذا هذه كبيرة بزاف. إذا 50 ماذا؟ 50 درجة. إذا غننتقل الآن إلى السؤال الموالي اللي هو السؤال التاسع. إذا قال لك باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة أنشئ معين ABCD بحيث قطره AC كتساوي لنا 4 سنتيمتر، ودي بي كتساوي لنا 6
سنتيمتر. إذا شنو كنعرفوا على القطرين ديال المعيل؟ أنهما ماذا؟ متعامدان. إذا القطرين ديال المعيل متعامدان، وشنو ثاني حاجة؟ كيف هما؟ قلنا متعامدان وعندهم نفس المنتصف. إذا هنا واحد الحاجة اللي عملوا لنا في الشكل، حددوا لنا النقطة أ. إذا غنبداو بشنو القطر؟ إذا غنبداو بالقطر أسي. إذا غنستعملوا ماذا؟ المسطرة. إذا غنمشيو للمسطرة غادي نستعملوا القطر أسي. إذا الأسي شحال القطر ديالو؟ شنو كيساوي لنا؟ نعم كيساوي لنا 4. إذا ها هي غادي تجي لنا، غنبدا من صفر وغنمشي تل 4. إذا هنا هاد القياسات هادوما، وخا نخدم القياسات الأخرى اللي بالمليمتر. إذا غنمشيو هنا صفر، وخا نعاودو. إذا هنا شنو عندنا؟ حنا عندنا المسطرة مقسمة بالمليمتر. إذا هنا كل 10 مليمتر كتساوي لنا ماذا؟ سنتيمتر. إذا هنا من صفر، إذا هنا غتكون عندنا 1 2 3، إذا 4. إذا ها هي 4. إذا هنا غتكون شمن النقطة؟ النقطة سي. إذا حنا نرسمو هاد القطر، هذا ها هو القطر ماذا؟ القطر أسي. إذا هنا المنتصف ديالو خصنا نحددوه. إذا هنا ها هي بجوج. إذا هنا غادي يمر القطر تا الثاني، يعني عندو نفس المنتصف. إذا ها هي النقطة. إذا دابا شنو غادي نعمل؟ غادي نرسم ماذا؟ القطر الثاني. إذا هنا خصنا التعامد. إذا المسطرة تا هي كتقدر تعمل لنا ماذا؟ التعامد. إذا هنا باش تجي الطريقة ونرسم بطريقة بسيطة، إذا خصني نعمل 6 6. إذا 6 شحال غتعطينا هنا؟ النص ديالها هي 3 هي 3. إذا شوف شنو عملت باش نعمل التعامد. كنخدم ديك الشرطة تكون منطبقة على ماذا؟ نعم تكون منطبقة في الخط. إذا باش نقدر نرسم متعامد، وغادي نجي نرسم ماذا؟ القطر الثاني. إذا ها هو القطر الثاني، عفوا. إذا لا غادي نعاود هاد المسطرة. نعم إذا ها هي. إذا غنبدا من 6 وغادي نمشي حتى لماذا؟ حتى لسا. إذا القطر الثاني شحال فيه؟ فيه 6، والقطر الأول فيه 4. إذا دابا شنو كيبقى لي؟ غنربط بين الرؤوس الأربعة. إذا غادي نربط بين الرؤوس الأربعة. إذا غنمشي للرأس الأول، إذا غنربط، ثم الرأس الذي يليه، ثم الرأس الموالي، ثم آخر رأس. وهكذا غنكون حصلنا على ماذا؟ على المعين المطلوب. شنو باقي ناقصني هنايا؟ باقي خصني الأسماء. إذا خصني ماذا؟ الرؤوس. إذا هنا أ، هنا ماذا؟ بي، هنا سي، وهنا دي. بالتالي القطر أ سي شحال فيه 4، والقطر بي دي شحال فيه ماذا؟ نعم فيه 6 سنتيمتر. وهنا إلا بغيت نضيف ماذا؟ باش نبين معنى العرب بأن هنا كاين معنى تاع التعامل. إذا بهكذا غنكونو ماذا؟ انتهينا من تصحيح الجزء الأول من هذا النموذج. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح. ما تنساوش أن رابط هذا النموذج غتلقاوه في صندوق الوصف. كذلك تصحيح الجزء الثاني غنوضعوه مباشرة من بعد هذا التصحيح، وغتلقاو الرابط ديالو كذلك في صندوق الوصف. إذا حد موفق في امتحان الموحد الإقليمي، وإلى اللقاء، والتقوا في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.